هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل ونحييكم دائما بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم في هذا الصباح بكل خير. تواصل صن اللقايا في المرموم عبر شاشة دبير سنقا في هذه الانطلاق. ينطلق الشوط الثاني في أشواط صباح هذا اليوم، يحمل الأبكار المهجنات الأصايل اللقاية في الخمسة كيلومترات تتنافس على شرف الناموس والفوز. نبحر في عمق الميدان مع الأصايل، نتابع المقدمة والمركز الأول. تتقدم رمسه على مقدمة الشوط، محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي على المركز الأول وتقود مسار الشوط. تليها في المركز الثاني وبمعيتها على ثاني المراكز هذه زعفور، زعفور سعيد بن عبيد الحميري على المركز الثاني. المركز الثالث اليازي سالم بن راشد بن نايع الغفلي يتقدم على مع اليازي في المركز الثالث في هذا الاندفاع والانطلاق. بينما المركز الرابع رابع المراكز ونلقى سليمانية حمود بن محمد بن علي بن حمود الاكتبي ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس تواجدت في حدث سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري يقدم حدث على المركز الخامس. المركز السادس شوفها هناك تتقدم في هذا الاندفاع والانطلاق على المركز السادس. التواصل والتحدي وياتي شعار فهد بن بقاش على المركز السادس بالانطلاق والاندفاع. بينما المركز السابع هذه وصلت الظبي، الظبي حموده بن سلطان بن ناصر المقبالي على المركز الثامن والمركز التاسع. دخول مع مجده أو مجد تأتي في هذه الانطلاقة والاندفاع في هذا التحدي الجميل. سلطان بن يعقوب السعيدي وابن الضعيف حمدان بن حمد بن الضعيف من الجانب الآخر تقدمت إلى المركز التاسع والمركز العاشر تتواجد فيه أغادير أغادير فالح بن ياسر بن فالح الشامسي في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل في هذا التحدي الرائع الذي يحمل تحديات ميدان المرموم وانطلاقاته. ثاني أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم مع الانطلاقة ومع الاندفاع. رمسة على مقدمة الشوط، رمسة على المركز الأول بهذا النوع الفريد، نوعية فريدة وجميلة على مقدمة الشوط. تقود المسار رمسه رمسه رمسه، يقودها محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، يقدم شعار المتمرد، ينطلق بالمركز الأول على مقدمة هذا الشوط. بينما زعفور تأتي في المركز الثاني، زعفور سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يأتي على المركز الثاني بهذا الانطلاق والاندفاع. المركز الثالث حدث 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 في مثل هذا اليوم، حدث 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 سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري يقدم حدث على المركز الثالث في هذا الاندفاع. المركز الرابع السليمانية، السليمانية حمود بن محمد بن علي بن حمود الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس تتدخل على المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وهذه اليازي، اليازي سالم بن راشد بن نايع بالشاوي الغفلي في هذه الانطلاقة. بينما هناك المركز السادس هذه اللي تدخلت اللي هي لفهد، لفهد بن بجاش تتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل على هذا الانطلاق. بينما هناك التواجد والتقدم
مجد تاتي مجد، مجد سلطان بن وسلطان بن يعقوب السعيدي يقدم مجد في هذا الاندفاع والانطلاق. بينما هناك من الجانب الاخر شوف الوصول، كل الجماعه واصلين غادمين مشاهدين الاعزاء. شعار ناصر بن حمود يتدخل كذلك، والدخول من سمحه لعبد الله بن علي بن محمد الوهيبي وحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير. ولكن ال 1200 لوحه الاعلان، لوحه الاعلان اللي غيرت راحت حدث، حدث بن سالمين سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري على مقدمه الشوط في الكيل الاخير. نارت عن اللقايا، نارت نارت عن اللقايا، ولكن فن راشد بن عبد الله بن حمدان الفلاسي، راشد بن عبد الله بن حمدان الفلاسي يقدم فن بن حران، يقدم فن وبن سالمين، بن سالمين على المقدمه والحميري على المركز الثالث. والامتار الاخيره وتحركت مهمه، وصلت مهمه ناصر الحبابي، ناصر بن محمد الحبابي وسعيد بن عبيد بن سالمين. يلا يا ود عيد، يلا يا ناصر، يلا يا ناصر مع المركز الاول، مركز في مسار الشوط، مركز في مسار الشوط. الاوامر صدرت والتحديات الاخيره، ولكن غيرت فن، غيرت فن، فن راشد بن عبد الله بن حمدان الفلاسي، الفلاسي اهل العوير، اهل العوير، اهل العوير، صباح الخير. ولكن عادت حدث مره ثانيه وتقدمت كذلك اللي هي مهمه، ولكن ما طاعت تسلم اللي هي فن، فن 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 فن، سلمت على اهل العوير في شوط المهجنات. تهانينا والناموس، تهانينا لراعي فن راشد بن عبد الله بن حمدان الفلاسي. اسعد الله صباحك. المركز الثاني حدث سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري، المركز الثالث مهمه ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي، المركز الرابع مجد، مجد في المركز الرابع سلطان بن يعقوب السعيدي، والمركز الخامس من وصلت فيه مشاهدي العزاء هوايل لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا العزاء في هذا الشوط، مثير وجميل للغاية في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. التوقيت الأفضل كذلك من حظت بمشاهدينا العزاء اللي هي فن في هذا الانطلاق، 7 دقائق 36 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وفن راشد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي على هذا الفوز والناموس. 7 دقائق و37 وجزين من الثانية من أتت في المركز الثاني حدث سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري، والمركز الثالث 7 دقائق 38 و4 أجزاء من الثانية. هذه مهمة أتت في المركز الثالث، وناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي. تهانينا للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، لطفتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه صباحيه من ارضيه هذا الميدان.